أتى البيان أو البلاغ على ما يتعرض له زملائكم بينهم راشد الخياري الآن هو سجين. في كلمة قبل أن أعطي الكلمة لزوجته سيد ماهر. بالنسبة لجميع يعني النواب الذين مروا بمحكمات عسكرية وخاصة المتواجدين بالسجن وفي مع مقدمتهم الأستاذ المناضل الصابر المحتسب الأستاذ يعني راشد الخياري لاتحاد البرلمان الدولي ولجنة حقوق البرلمانيين الاتحاد متبنية القضية نتاعو يتبع معناها القضية نتاعو مع يعني زوجته المحترمة مع محامي وهناك تحركات قادمة في يعني جنيف في الاتحاد البرلمان الدولي هناك تحركات ونحن نعرف أننا نقوم بعملنا في إطار الشرعية الدستورية ولا شيء ذلك وفي المعاهدات الدولية التي أقرتها الدولة التونسية هناك تحركات قانونية في مع المفوض السامي بمناسبة عرض تونس أو عرض الحكومة التونسية لتقريرها الدوري يوم 8 نوفمبر وما بعد في جنيف بنبين حاجة مهمة جدا على افتراض تقع محاكمة يعني انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية و و و ويكون هناك تنصيب مجلس جديد نقول أن هذه القضايا لا تسقط لا تسقط وأن النائب السابق يمكنه متابعة القضايا متاعه وبإذن الله أن نحب نعطيك هنا مثال ونعطي أمل للسيدة الفاضلة زوجة الأستاذ راشد الخياري أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالي وجه لنا كمؤتمرين في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني رسالة شكر بالصورة والصوت قال أنا من الناس كنت سجين ودافعت عني لجنة حقوق الإنسان البرلماني نعم. أرجو أن قيس سعيد يدرك حجم الورطة التي موجود فيها سنأتي بعد ذلك على التبعات المحتملة الدبلوماسية والاقتصادية لرفض الدولة التونسية التعامل مع كذا قرارات و